لن يمروا. صيحة فزع ضد عدم مشاركة الشباب وقت اللي الشباب هو اللي جاب الثورة أساسا. إذا كان فهمت هذا هو المعنى الأساسي لتحرك منظمة الشباب الجمهوري، شكون هم اللي لن يمروا سيدة؟ أولا في البداية نحب نشكر قناة نسمة على الاستضافة، ونحب بالمناسبة هذه جبت معايا دعوة لحضور حفل الافتتاح باسم إعلامي وتقني وصحفي وعمال قناة نسمة، ماذا بينا تكونوا بحضانا غدوة العشية الأربعة في قاعة الكوليزي بتونس العاصمة إن شاء الله. هذه أيضا دعوة لصديقي من حزب العدالة والتنمية من المغرب المبادية يكون موجود معنا. في الحقيقة شعار لن يمر هو شعار فيه بعدين، فيه بعد كوني ما هو الشاب هو معنى ممنوع عليها لجنس ديسبري دونك. الشعار لن يمر هو شعار عنده بعدين، فيه بعد عالمي كوني نو باسران الذي يرفع في كل التظاهرات المنادية بالحرية والرافضة للظلم في العالم، في إسبانيا العام اللي فات، في وول ستريت أوكوباي في نيويورك، في ساحات بكين، في طهران، في كل العالم يرفع هذا الشعار نو باسران لرفع الظلم. ثم أيضا عنده بعد وطني في تونس، نعرفه لن يمروا هو عنوان لقصيد كتبها عبد الجبار العش وغنتها فرقة البحث الموسيقي، وكانت نعتبروها من تراث الحركة الموسيقى الفنية التونسية التي كانت تلهم المناضلون الديمقراطيون في تونس الذين كانوا يناضلون ضد الاستبداد. لن يمروا شعارنا، لن يمروا طبعا موجه لمن يريد أن يعتدي على الحرية في تونس، لن يمروا موجه لمن يريد أن يكمم أفواه الصحفيين في تونس بعدما حررتهم ثورة الكرامة، لن يمر موجه إلى من يريد أن يهمش الشباب من جديد بعدما فجرت الثورة طاقاتهم، لن يمر موجه أيضا لمن يريد أن يزيد في الفوارق بين الجهات والفئات وبين الطبقات الاجتماعية في البلاد. لن يمر هي صيحة فزع نطلقها، ولكن في نفس الوقت نطلق يعني أمل جديد، نريد أن نحيي الأمل في شبابنا أنه هنالك دائما أمل، نصر على الأمل في أننا نستطيع أن نكتب تاريخ تونس الجديد كما كتبه الشباب تونس منذ 150 عام ومنذ 100 عام.